إلى كل أب يعلم أبناءه، إلى كل أم تعلم صغارها، إلى كل شاب يطلب العلم، إلى كل شابة تحب الفقه في دينها، إلى كل من أراد الله به خيرا فشرح صدره للتفقه في هذا الدين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا موصولا عن كتاب الزكاة، في هذه الحلقة نتناول زكاة الفطر. زكاة الفطر هي صدقة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان، وسميت زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. وأما حكمها فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم ملك يوم العيد وليلة العيد صاعا من طعام زائد عن قوته وقوت عياله، حتى لو كان إنسان ده فقير يعني. فيلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته ومن تلزمه نفقته، ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه. وأما أدلة وجوبها فكثيرة، منها حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر، على العبد والحر، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. فالجمهور على أنها فرض، وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة، وبه قال أهل العراق أي أنها سنة، وقال قوم هي منسوخة بالزكاة. طيب أنا ليه بقول الأقوال اختلاف العلماء فيها بأنها فرض أو سنة أو منسوخة؟ عشان احنا كل سنة بتحصل مشكلة في إخراج هذه الزكاة، قيمة أو مقدار الزكاة بعينه. عايز أقول يعني الموضوع أبسط من الهيلمان الكبير جدا اللي بيحصل، وأنا أظن والله العظيم إنه إبليس بيضحك علينا في الأمر ده يعني. وقل رب زدني علما. وأما من ماذا تجب، فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر الذي هو القمح أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو ما إلى ذلك من هو من قوت أهل البلدة، وقالوا أن ذلك على التخيير، يعني مش شرط شيء بعينه، بل الغالب على أنه هو من قوت أهل البلدة يخرج. وأما كم يجب، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح، فقال مالك والشافعي لا يجزئ منه أقل من صاع، يعني أقل من صاع في القمح لا يجزئ، ولكن أبو حنيفة وأصحابه قال بل يجزئ ولو نصف الصاع. الصاع عند الأحناف هو 3 كيلو وربع، 3 كيلو قمح وربع، والصاع عند الجمهور هو 2 كيلو وحاجة بسيطة كده، وهكتبها لكم على الشاشة. وهذا هو يعني مقدار الصاع عند الفريقين. وأما متى تجب زكاة الفطر، فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان. فقال الإمام مالك في رواية عن ابن القاسم رضي الله عنهم جميعا: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، تجب يعني هذا آخر وقت للوجوب، لكن هي هل تصرف قبل ذلك؟ نعم تصرف قبل ذلك، بل أكثر من ذلك، وهي عند يعني قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فلذلك أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر هي يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، هذه أفضل الأوقات. طبعا يجوز تقديم، وأنا شايف إن من المصلحة يقدموا الإخراج عشان الفقير يعني يلحق إن هو يقوم بتجهيز هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أنا أظن إنه ده آخر حد يعني. وفي حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.